أهلا بكم في حلقة من حلقات الإشراف والتطوير. هذه الحلقة من الحلقات الجامعة التي أتحدث فيها بصورة عامة عن الأساليب الإشرافية الثلاثة التي تحدثنا عنها في عدد من الحلقات: الإشراف المباشر والتشاركي وغير المباشر. كما تلاحظون في هذه الشريحة، على اليسار المعلم هو رمزنا له بتي تيتشر، والمشرف رمزنا له بأس سوبرفايزر. ثم يبدأ المعلم في رحلة من التعامل مع المشرف، ويبدأ المشرف في رحلة من التوجيه ورحلة من التطوير، تبدأ من اللون الأحمر هذا ويمثل الإشراف المباشر. تلاحظون في أسفل اللون الأحمر مربع في S و T. تلاحظون S وهي التي ترمز للمشرف متضخمة كبيرة، وهي تعبر عن الدور الكبير للمشرف التربوي في هذه المرحلة. أما المعلم فتيتشر، تي سمول صغيرة، لا يكاد يظهر للمعلم دور إلا تنفيذ التوجيهات. لذلك المعلم المشرف في هذه المرحلة أو في هذا الإشراف المباشر يوجه مباشرة، ينقل العلم والخبرات للمعلم الجديد الذي تنطبق عليه الحالات التي ذكرناها في الحلقات السابقة. يوجه ثم يقدم النموذج من نفسه أو من معلمين آخرين. المعلم المشرف يوجه ثم يقدم نموذج من نفسه أو من معلمين آخرين أو وفق ما يناسب وضع المدرسة وظروفها، ثم يحفز المعلم إذا حقق نجاح. فإذا ما قطع المشرف والمعلم وقتا معا واستمر المشرف في نقل الخبرات والتجارب، ثم يعطي فرصة للمعلم، ثم المعلم، ثم يقيم المعلم، ثم حتى ينتقل المعلم من مرحلة التفكير التجريبي الضعيف الذي لا يكاد يعرف سبب المشكلة التي يواجهها ولا يمتلك في رصيد خبراته، لأنه معلم جديد، أساليب ووسائل يعالج بها مشكلاته أو يحكم بها على ممارساته. فبعد فترة من هذه الخبرات التي تعرض لها مع المشرف، ينتقل من اللون الأحمر هذا إلى اللون الأصفر، ينتقل إلى مستوى تفكيري تجريدي متوسط، يستطيع أن يتعامل مع المشكلات، يحددها لكن بشيء من الدقة، ليس الدقة كاملة، ويطرح عدد قليل من الخيارات، لا يطرح خيارات كثيرة. هنا يضع المشرف الخطة مع هنا يضع المشرف الخطة بالاتفاق مع المعلم، ويساعده في اقتراح الحلول ويفاوض. يبدأ بالتفاوض طبعا، ثم يساعد في اقتراح الحلول، ثم يضع خطة بالاتفاق مع المعلم. وهذا شرحناه بالتفصيل في حديثنا عن الإشراف التشاركي. ويلاحظ هنا في الجدول الأصفر، في المربع الأصفر، أن كلاهما متساويان، teacher supervisor، التي في الأس، كلاهما متساويان في الحجم تقريبا، وهذا يدل على أن حجمهما وأدوارهما تكاد تكون متساوية في الإشراف التشاركي، أي دور المشرف ودور المعلم. ينتقل المعلم والمشرف إلى مرحلة من الإشراف غير المباشر، حيث يتعاظم دور المعلم. هنا تصير تيتشر، تصير تي متضخمة وكبيرة، لأن المعلم هنا أصبح لديه خبرات وتجارب يستطيع أن يواجه بها المشكلات التي تقابله، ويحدد السبب بدقة، ويقترح عدد من الحلول يستطيع أن يتقدم من خلالها ويتطور. يستمع المشرف كما ذكرنا للمعلم بإنصات شديد مع إيماءات بالإيحاء بالاهتمام، ويستوضح منه فطرح أسئلة على المعلم ليفهم أكثر ماذا يريد المعلم، ثم يشجعه على أن ينفذ الخطة التي وضعها المعلم لنفسه، ويتابع بذلك المشرف مدى تحقيق المعلم للخطة التي وضعها لنفسه. يبدأ المعلم وفق النماذج الثلاثة التي اقترحها غليكمان بالمرحلة الأولى، مرحلة الكفاية الذاتية، مرحلة أن المعلم يكون متمركز حول ذاته، يفكر دائما وأبدا في نفسه، هل سأنجح؟ هل سأبقى في هذه المهنة؟ ما مصيري في هذه المهنة؟ وكأنه إنسان أناني لا يفكر إلا في نفسه، لكنه في الحقيقة ليس أناني، وإنما هذه طبيعة المرحلة عندما يعمل الإنسان في مهنة جديدة. ثم ينتقل من مرحلة الكفاية النفسية أو مرحلة التمركز حول الذات، ليبدأ في حالة من الاطمئنان،
حالة من الاستقرار بعدما مر بمجموعة من الخبرات والتجارب الناجحة، يبدأ في مرحلة جديدة، مرحلة الاهتمام بالطلاب، والتي ذكرناها سابقا، مرحلة الاهتمام بالطلاب، فيكون في مرحلة بين الأنانية الشديدة فيما يبدو والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإيثار، حيث يتحول إلى معلم خبير لا يحمل هم نفسه فقط والهم طلابه، وإنما يحمل هم نفسه أيضا وهم طلابه وهم المعلمين الآخرين، يقدم لهم المشورة ويقدم لهم النصيحة ويقدم لهم خبراته ليستفيدوا